اهلا بحضراتكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجيه الامريكي انطوني بلينكن واكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا اللقاء ان الوقت قد حان لانهاء الحرب الجاريه في قطاع غزه كما استقبل الرئيس السيسي نائبه امين عام الامم المتحده امينه محمد والوفد المرافق لها حيث اشاد الرئيس السيسي بمواقف الامين العام للامم المتحده الايجابيه فيما يتعلق بما تواجهه المنطقه من تحديات استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن والوفد المرافق له وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه بالاضافه الي السفيره هيرو مصطفي جارج سفيره الولايات المتحده الامريكيه في القاهره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهد التشديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وحرصهما على دفع الجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفي هذا الإطار تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة. وسبل تحريك الموقف واحراز تقدم في المفاوضات الجاريه بالقاهره وقد أطلع الوزير بلينكن السيد الرئيس في هذا السياق على نتائج زيارته لإسرائيل مؤكدا التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل للاتفاق ومعربا عن التقدير الكبير لدور مصر وجهودها البناء في هذا الصدد وقد حرص السيد الرئيس على تأكيد أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية مشددا على خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته ومشيرا الى ان حقن دماء الشعوب يجب ان يكون المحرك الرئيسي لكافه الاطراف وان وقف اطلاق النار في غزه يجب ان يكون بدايه لاعتراف دولي اوسع بالدوله الفلسطينيه وتنفيذ حل الدولتين باعتبار ذلك الضامن الاساسي لاستقرار المنطقه كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيده امينه محمد نائبه سكرتير عام الامم المتحده وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين في الخارج والوفد المرافق لنائبه السكرتير العام الذي ضم السيده الينا بانوفا المنسقه المقيمه للامم المتحده في مصر والدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للامم المتحده لتمويل التنميه المستدامه واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه أن نائبة السكرتير العام حرصت على نقل تحيات السيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة للسيد الرئيس وتطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين وهو ما ثمنه السيد الرئيس مشيدًا بمواقف السكرتير العام الإيجابية فيما يتعلق بما تواجهه المنطقة من تحديات وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المتميز والتاريخي بين مصر والأمم المتحدة حيث تم استعراض الدور المصري في مختلف محاور التعاون متعد ضد الأطراف خاصة الأمن والسلم وتغير المناخ وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الإقليمية وسبل التهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة حيث تم تناول الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والجهود المصرية المكثفة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وما تلاقيه من عراقيل وقد شدد الجانبان على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وما يكتسبه ذلك الدور من اهميه مضاعفه في الوقت الحالي في ضوء الازمه الانسانيه الكارثيه بالقطاع التي تستوجب وقفه حاسمه من المجتمع الدولي في هذا الصدد واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول كذلك الاوضاع في السودان حيث اكد السيد الرئيس حرص مصر على وقف اطلاق النار وحمايه مقدرات السودان وشعبه الشقيق ومؤسسات الدوله وسيادتها مشددا على ضروره تضافر جميع الجهود الدوليه والاقليميه لتقديم للدعم كافه لانهاء الازمه السياسيه والماساه الانسانيه التي يتعرض لها الشعب السوداني الشقيق ومن جانبها أشادت نائبة السكرتير العام بالدور المصري النشيط في المحافل الدولية وخاصة الأمم المتحدة وبدفع مصر الدؤوب تجاه السلام والاستقرار بالمنطقة بهدف تجنيبها مواجهة إقليمية قد تكون لها تبعات شديدة السلبية إقليميا ودوليا كما شددت على تقدير الأمم المتحدة للدور الإنساني المحوري الذي تطلع به مصر في ملف اللاجئين بالمنطقة وما تتحمله من أعباء في هذا الصدد مؤكدة حرص الأمم الامم المتحده على استمرار وتكثيف التنسيق والتعاون الفعال مع مصر على جميع الاصعده